فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسابقات إذا كانت مسابقات في القرآن والسنة فإنه يجوز أخذ السبق عليها كما ذكر ابن القيم. يقول: هل المسابقات الثقافية والأدبية تدخل في ذلك أيضا؟ لا، ما تدخل. الشيء اللي ما هو شرعي إنما هو مباح، مثل الأدب، مثل الشعر، مثل هذا مباح، لكن ما يخل عليه جوائز. جوائز على الأمور الشرعية، نعم، فقه ولا حفظ آيات ولا أحاديث، نعم، ولا إجابة عن أسئلة فقهية، نعم نعم. النحو مثلا والعربية هذا طيب، لأن هذا يساعد على فهم القرآن والسنة. النحو واللغة العربية هذا يساعد على فهم القرآن وفهم الأحاديث، تؤخذ عليه الجوائز، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.